لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا الفنان الجميل الراحل جميل راتب. الكرة العقبة يا ولاد، بوسوا ايه ده غربان، بوسوا بوسوا من بقه، بوسوا الباشا من بقه. عاش رشد الخيار نصير الفقراء والغربانين. نبذة سريعة مختصرة عن نجمنا العالمي جميل راتب. ولد الفنان جميل راتب يوم 18/8 عام 1926، وهو من مواليد محافظة القاهرة. ولد لأب مصري وأم مصرية صعيدية. صراحة يا ابني أنا ما عملتش حاجة، أنا كل شغلي كان على المكشوف وبالقانون. تدمرت حياتي بالقانون بتاعك، ودلوقتي جه وقت القانون بتاعي. دخل مدرسة الحقوق الفرنسية، وبعد السنة الأولى سافر إلى فرنسا لإكمال دراسته، ثم عاد إلى القاهرة عام 1947. حصل على جائزة الممثل الأول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر. دي معاك حق. زمان كنت بغش الشاي بنشارة خشب وبيعه في بواكي، شكلها حلو مكتوب عليها شاي أبو الأصول. كسبت والماركة بقى لها اسم وسمعت. أول بدايته الفنية كان عام 1946 في فيلم أنا الشرق مع نخبة من نجوم السينما المصرية، وبعدها سافر إلى فرنسا وبدأ رحلته الحقيقية مع الفن، وشارك في العديد من الأفلام الفرنسية، 7 أفلام، وقدم في السينما المصرية ما يقرب من 67 عملا فنيا، وما يقرب من 170 عملا فنيا ما بين الإذاعة والمسرح والتلفزيون. الواد مبلول، رشد الخيال راعي المبلولين، رشد الخيال راعي المبلولين، رشد الخيال راعي الكفاف، رشد الخيال راعي الكفاف، رشد الخيال راعي المبلولين. تزوج من فتاة فرنسية، ومن أشهر أعماله فيلم الكيف عام 1985، وفيلم شعبان. وما فيش حاجة بتخفى عليه. هو مين؟ ما اقدرش تروح فيها رقبتي. ما هو لو ما قلتش هتروح فيها رقبتك برضو تبقى عملت ايه؟ يعني ايه؟ يعني ما انتش ماشي من هنا قبل جنابه ما يشرف عندنا. تحت الصفر عام 1980، وفيلم البداية عام 1986، وفيلم الصعود إلى الهاوية عام 1978، وفيلم شفيق أو متولي عام 1979، وفيلم الأولى في الغرام عام 2007، ومسلسل سنبل بعد المليون. تبرع جميل راتب بكل ثروته لصالح مستشفى سرطان الأطفال، وثروته البالغة حوالي 18 مليون جنيه، لأنه لم يرزق بأطفال. تبرع بكل فلوسه لإسعاد ملايين الأطفال بمصر. تم تكريمه أكثر من مرة في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2005، وتم تكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عام 2017، وتم تكريمه من نقابة المهن التمثيلية عام 2015، ومن منظمة الأمم المتحدة للفنون عام 2018، ومن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح عام 2016. رحل عن عالمنا يوم 19/9 عام 2018، تاركا خلفه مكتبة كبيرة وبصمة رائعة في السينما المصرية. رحم الله الفنان القدير جميل راتب.